السلام عليكم. اليوم نروح الحي تاع الاعمال تاع باب الزوار لنقف على زياره نتاع والي ولايه الجزائر العاصمه الى الحديقه العموميه الكبرى اللي راهي قيد الاشغال على مستوى حي الاعمال بباب الزوار، واللي الان دخلنا في المرحله نتاع التجهيز نتاع هذه الحديقه بسكون ابل الموبيلي اوربا الاثاث الحضاري، اذا اللي وضع اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح الرسمي لهذه الحديقة العمومية. إن شاء الله تكون فيها إضافة، هذه الحديقة تكون إضافة إيجابية وتكون تجربة جديدة في يعني العملية تاع البناء الوطني والتجديد الحضاري الذي نصب إليه في كل مدننا وقرانا. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.